ونفس الكلام بالنسبه للمنتخب، عندنا السنه دي يمكن من المرات القليله اللي عندنا فرقتين من ناشئات رايحين بطوله افريقيا، وليد 2002 و2004. القطاع عندنا مساهم مع الفرقتين بشكل جيد، سواء المنتخبات او الفريق الاول ولا لا؟ ما فيش شك اصلا بالنسبه للفريق الاول، هو على طول كابتن يحيى يوسف على طول بيستعين بلعيبه من 2002 و2000 بيطلعوا فوق اصلا يعوضوا اصلا حراسه المرمى وكده. كمان قالوا انه بيستعين في حراسه المرمى لانه عنده اصابات في حراسه المرمى، فعلى طول اصلا دايما بيبقى معاه ناس، ومنهم واحده اصلا 2002 اساسيه بتبقى معاه وكده. وبالنسبه للمنتخبات فهم ماسكين حوالي 6 لعيبه من هنا، من لاعبات يعني من المنتخبين اصلا، في المنتخبين اللي هيطلعوا افريقيا بمشيئه الرحمن يعني. انما هو طبعا ما فيش شك الخبرات بتاعت اللاعبات المفروض بتزيد، زي ما بتلعب في افريقيا ما بتلعب في الكلام ده وكده. احنا طول عمرنا سيدات اصلا، عشان تتحمل بطوله افريقيه تكلفه عاليه جدا، وانت طبعا في منافسات جامده سواء من تونس او الجزائر ولا من انجولا وكده، فبالتالي انت هتدفع فلوس وانت مش ضامن ان انت تعمل الكلام ده. وبالتالي انت بتبص حاجه تانية زي الاتحاد ما بص كده، المفروض ان من السنه الجايه المفروض انه عشان عايز يكون منتخب سيدات درجه اولى وكده، فهيغير في نظام الدوري وهيغير في نظام الكلام ده، هيعمل عقود للاعبات بتوع الدرجه الاولى وكده وبتاع، عشان خاطر يبتدي اصلا ان هو عنده، هو بقى له سنتين ثلاثه في لاعبات بتطلع اصلا، بتطلع واصل كاس عالم اصلا ولعبت فيه وكده وبتاع، ودلوقتي عندها خبرات كويسه في الدرجه الاولى، في الدرجه الاولى مع اللاعبات اللي طالعه ناشئه برضه هيلعبوا في منتخبات اهو مع الناس اللي عندها خبره. اتوقع ان ممكن يعمل هنستنى شويه طبعا لما ياخدوا خبرات، الخبره الدوليه قصه ثانيه خالص في الدرجه الاولى. عندنا طبعا بلاد حتى افريقيه سبقانا في حكايه الدرجه الاولى وكده. انما انا شايف اصلا طالما ان شاء الله مشيت الرحمن الوزاره هتعين اصلا الاتحاد أكيد في الكلام أكيد ده أكيد أكيد. والاتحاد عنده اهم حاجه هي الماده اللي توفر عشان الاداء. النيه يعني، النيه موجوده. احنا لا هي النيه موجوده، انا شايف النيه موجوده دلوقتي. انما طبعا كان دايما النيه بتفرق معاها ان انت بتعمل مشتمل ماده نتيجه بالظبط، ماده مشترطه بنتيجه والا بس ما انت